فعلا خلينا نكون صادقين مع شعبنا. انت تتحدث عن مجالس محافظات في الجنوب يسيطرون عليها الثلاثي الشيعي، الدعوه والمجلس والتيار. ان شاء الله خير، يعني ان شاء الله خير، ان شاء الله ماكو شيء. المجلس والدعوه والتيار هذا الثلاثي يسيطر على لا يمهم سنه ولا عندهم اقراض يسيطرون عليها، مناطق بالناصريه ومناطق بالبصره ومناطق بالعماره ومناطق العراق كلها ما مسيطر عليها احد. يا اخي ليش ما يعمرون؟ يا اخي ليش ما بنوا؟ يا اخي ليش ما اسسوا دوله؟ يا اخي ليش ما نظفوا شوارع؟ الفساد منعهم والحزبيه منعتهم وتعيين الاشخاص على اساس ولاهم الحزبي، وجابوا ناس مو اكفاء، جابوا ناس مو كفاءات ولا ناس مختصين وعينوا على اساس حزبي. لذلك احنا ما نقدر نحمل الاخرين. تقول ايش بيها سوق الشيوخ؟ سوق الشيوخ مدينه مع الوضع الجديد بالكامل. ايش بيها الحمزه الشرجي؟ ايش بيها البشخاب؟ ليش ما بنوا؟ ليش ما عمروا؟ ليش ما طرحوا نموذج حتى يحجون يا الفلوجه والمناطق الساخنه يقول لهم شوفوا يا اخوان شوفوا الامن ايش سوى، شوفوا الاستقرار ايش سوى، من السرق مناطق الجنوب؟ خلينا نحكي بلغه واضحه، من السرقهم؟ هسه الان التاريخ باحث تاريخي يكتب عن هذه المرحله من السرق مناطق الجنوب مخصصات. طبعا اللي سرقها هاي الاحزاب الحاكمه بدون ادنى شك من السرقه. يعني نقدر نحمل السعوديه لو امريكا لو طرف اخر؟ ليش اموال تخصصت للبصره وللعماره وللناصريه؟ ليش ما يصير اعمار؟ ليش لحد الان البنايه مال مجلس محافظه الناصريه والحله ومناطق اخرى 13 سنه البنايه المكاتب اللي يدامون بها مجلس لحد الان ما كامله؟ ليش؟ 50 مقاول من لانه تنباع، لانه المقاولات تباع وتشترى، لانه المستثمر يهرب، لانه المقاولين فاسدين وتابعين للاحزاب. هذه حقائق لا يمكن انكارها. على مستوى الاحزاب ما زلت اصر احزاب فاسده، على مستوى الشخصيات نعم ربما تجد هناك شخصيه على مستوى افراد، ولكن عندما نتحدث عن حزب وعن هذا الحزب استلم وزارات واستلم مؤسسات وعنده كوادر وعنده طاقات. ما تستحق الفرصه هذه الاحزاب؟ عفوا ما تستحق الفرصه مره اخرى؟ انا اعتقد الشعب هذا يحددها بس، لكن العمل السياسي ايضا فاسد، هي هاي المشكله. الاستاذ يقول الانتخابات قادمه، الانتخابات اذا لم يتغير قانون الانتخابات ولا يتغير قانون الاحزاب والان ماكو نقطه شروع جديده ولا تغيرت المفوضيه، ما تقول لي شلون يصير يعني؟ هذه النقاط الجماعه الان دي يستثمرون، لا هاي نقطه مهمه، الجماعه دي يستثمرون الشعب حقيقه، الشعب فاقد الثقه تماما، فيقول لك روح للانتخابات وينتخبونا بس الحزبيين، جماعه التيار الصدري ينتخبوه، جماعه الدهوه جماعتهم، وجماعه المجلس لا معتهم، حتى لو صارت 10% شارك الناس فالامور تمشي وجماعه